في السوداني. طمنا اخيرا بقى على ما حدث النهارده. كريم اتفضل. كابتن اسلام بجد التحيه ليك طبعا. يعني نقدر نقول الحمد لله وصلنا فندق الاقامه، زي ما قلت لك كابتن اسلام يعني حاول ان هو يكون في طريق مختصر، بس الطريق كان طويل شويه على فندق الاقامه، لكن وصلنا الحمد لله بسلامه الله. الطياره كان عادي يا كابتن اسلام، يعني احنا كنا قلنا ان الطياره خلاص هتاجل شويه، لكن وصلنا في التوقيت ده، اتصالات على طول كانت مكثفه من السفير والكابتن سمير عدلي. ان شاء الله في خلال 20 دقيقه وفي خلال نص ساعه هنتجمع كلنا ونتجه متجهين مباشره على مطار الخرطوم. الطياره 3 و10 ممكن تتاخر حاجات بسيطه جدا، لكن ان شاء الله تطلع في ميعادها كابتن اسلام. كل الامور تمام، البعثه تمام، ياسر ابراهيم التعبير اللي قلت لك عليه او الجرح اللي كان في دماغه هياخد غرفتين دلوقتي كده في الفندق الاقامه، لكن كل الامور الحمد لله تمام يا كابتن اسلام. ان شاء الله يعني نرجع بسلامه الله الى القاهره ونبدا بقى مرحله جديده الدوري العام او في البطوله الافريقيه يا كابتن اسلام. اخيرا طمنا على احمد فتحي برضو يا 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 كريم. الو احمد فتحي طبعا يعني الكادمه النهارده اتكلمت معاه بشكل شخصي يا كابتن اسلام. احمد فتحي اتكلمت معاه النهارده على الكادمه، قال ان شاء الله يعني عقب العوده مش هتطول معاه الكادمه ان شاء الله. يعني هي كادمه كانت والكاحل الكادمه كانت قويه اثرت عليه النهارده. يعني احمد فتحي قال انا كان نفسي كنت العب النهارده في المباراه، لكن الحقيقه اللعيبه وهناهم ان شاء الله باذن الله ما تطولش مع احمد فتحي الكادمه. انت عارف يا كابتن اسلام الكادمه ما بتاخدش وقت، لكن محتاجين كل اللعيبه ان شاء الله الفتره اللي جايه الكل سليم الحمد لله يا كابتن اسلام بالنسبه لهذه المباراه. اذا تلت ساعه نص ساعه تتجه بعثه النادي الاهلي الى مطار الخرطوم ان شاء الله للعوده الى القاهره في ميعادها ان شاء الله على 5:30 6. بالتاكيد يا كابتن اسلام ان شاء الله باذن الله يعني نوصل لمطار الخرطوم. في ايضا كمان هيكون تسهيلات بالنسبه للدكتورات والاختام الخاصه بمطار الخرطوم، بحيث ان ما يبقاش في وقت ما يعطلش بعثه النادي الاهلي، وهي الرحله بتستغرق يعني ساعتين 35 دقيقه ساعتين 40 دقيقه ان شاء الله في التوقيت اللي انت قلته كابتن اسلام. تصل بعثه النادي الاهلي من السودان الى القاهره بسلامه الله ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك كريم، النهارده يوم طويل بقالكم يومين الحقيقه بتعملوا شغل رائع، فانا بشكرك شكرا جزيلا وبشكر كل البعثه الاعلاميه المتواجده لتغطيه هذه المباراه.